بونجور ان شاء الله تكون بخير. دونك اليوم ان شاء الله باش نقراو شيمي والفيديو نتاع اليوم باش يكون حصه تعارف مع الشيمي دونك وباش نحاولوا نبسطوا الشيمي مع بعضنا داكور ان شاء الله تحصل الفايده كان حصلت بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وحطوا لنا لي كومونتير كيف نمشيو لاي انسان قولوا شنو تعرف على الشيمي وبيان شنو اول حاجه تخطر في بالك في الشيمي نورمالمون باش يكون يقول لك رياكسيون حاجات نخلطوهم مع بعضهم دي رياكتيف دي برودوي فما دي ماتيريال ممكن يسمي لك اصلا كلكو ماتيريال دي تكنيك كيف كيف نجم يسمي لك دي تكنيك كان هو معناتها يعرف نجم يقول لك الكونسنتراسيون فوليوم دونك كيف نمشيو للابو باش نبداو نخدمو الرياكسيون تاعنا تقول علينا ماشين باش نطيبو غوسيت دونك احنا في يدنا روسيت باش نمشيو للكوجينه باش نبداو نطيبو على رواحنا لهنا في الشيمي عندك رياكسيون باش تعملها دونك لازمك تعرف لي رياكتيف ولي برودوي ولهنا ديجا كاتب اللي هما الأ والبي اللي هما لي رياكتيف سي ودي هما لي برودوي تاع نزيدو نحكيو عليهم شويه اخر لازمك تعرف شنو الماتيريال اللي باش تستعملو قداش غراماج نتاع كل برودوي مثلا ولا الفوليوم وتعمل كالكول معاهم اوكي دونك هوني اكزامبل صغير يعني جوست باش نفهم من بعضنا اذا كان انت باش طيب باغ اكزامبل القهوه دونك لازمتك انت القهوه هي البرودوي نتاعك باهي لي برودوي اللي باش بون برودوي هو بما معناه هو الحاجه اللي انت باش تنتجها اما برودوي هما لي زانغريديون مثلا في الكوجينه والا نقولوا لهنا لي رياكتيف في الشيمي وبيان حتى نجم نقولوا ساعات برودوي عادي باهي دونك هوني الحاجات اللي باش تستعملهم باش توصل انت طيب قهوتك لازمك البن والماء هذو هما الحاجات لي زانغريديون اوكي دونك قديه بن وقديه الماء نعرفوا احنا انه القهوه فنجان هو الكيله دونك اذا نعملوا قاعدين نعملوا في الحسبه نتاعنا سوا فوليوم سوا غراماج سوا غراماج وكان البن دونك نقولوا مغرفتين بن على الفنجان نتاعنا اوكي هذه تتسمى باغ ديفو معناتها حاجات احنا نعرفهم في الكوجينه غاد في الشيمي في الكوتي الاخرى اللي هو الشيمي نحكيو بال مثلا 3 غرام 300 ml اللي هو ml معناتها مليليتر دونك هذو هما نحكيو على الفوليوم وعلى الغرام كل شيء تبقى تو دونك كيف نخلطوا البن والماء باش تصير رياكسيون باش نكتبوا لها ليكواسيون بيلون تاعها اللي هي اون شيمي راهي اون جينيرال نكتبوها AA plus BB تعطيك ولا سو كي دون CC plus DD دونك باش نحطوا البن هو عباره في ليكواسيون هذه دونك الAA الA نتاعنا لهنا هو البن والبي هي الماء وباش تعطيك برودوي واحد مجدود ولا ثلاثه اللي هو القهوه اللي هي باش تكون سي اوكي دونك هوني هذيك هي ليكواسيون بيلون الرياكسيون تاعك اللي صارت اللي هو البن والماء باه توا باش نشوفوا شنو هما اللي احنا كاتبينهم في المينيسكول اون مينيسكول اللي هي الA B C D الA والB والC D هما سوسون دي كويفيسيون ستيكيومتريك باه لي كويفيسيون ستيكيومتريك هذوما نعملوهم ونحطوهم باش نعملو ليكيليبر ليكواسيون تاعنا شنو معناتها ليكواسيون ساعات دونك باش ناخذ اكزامبل تلقى عندك H بلس بلس Cl- يعطيك HCl لهنا اون ايكيليبر هذه ليكواسيون كيفاه خاطر ليكويفيسيون ستيكيومتريك عندك 1 ولهنا 1 ولهنا 1 مريقلي باهي تبقى لك لي شارج كيف كيف لهنا هذوما يوليو لك مشيرتين نوتر دونك كيما اللي عندك في الكوتي اليمين عندك هي بيدا في الكوتي اليسار ما عندكش مثلا H2O لهنا ولهنا ما فماش H2O اذا كان لهنا فما H2O لهنا ما فماش هذيك راهي ماهيش اون ايكيليبر داكور مثلا ينجم يقول لك لهنا مثلا تلقى 2 سيال لهنا باش يولي عندك شارج نيجاتيف زايده وعندك كلور ناقص لازمك تكيليبري ليكواسيون تاعك دونك ناخذ اكزامبل اخر ناخذ الميثان مع الاكسجين يعطيك CO2 بلس H2O هكا لهنا بون هذه راهي دو لهنا شنو صار تجي تحسب في الرياكتيف البارتي رياكتيف نتاعك
وعندك لهنا هو البرودوي. دونك هوني باش تلقى انه الكربون عندك لهنا موليكول واحده، هوني كيف كيف موليكول واحده برك. الهيدروجين عندك اربعه، وهذه لانديس يرجع كان على الكاتر. هوني في الهيدروجين ريتا هذه دو هي نورمالمون انتر بارونتيز، اما احنا مستنسين بها، دونك احنا مستنسين بها دونك ما نحطوهمش انتر بارونتيز. ساعات تلقى شكون يحط، مي لهنا كيف تلقى دو اش دو زو تعرف انه دو هيك باش تمشي على الاش وباش تمشي على الاو، دونك باش تولي عندك كاتر هيدروجين ودو اكسجين. باهي دونك لهنا عندك كاتر اوكسي كاتر كاتر هيدروجين ديزولي كاتر هيدروجين، وتبقى لك الاكسجين اللي هو لهنا عندك هذم زوز هذم كعبتين وهذوما كعبتين. لهنا هذه دو كي تضربها في الاكسجين حيتهم كعبه تولي زوز، لهنا كعبتين ولهنا جرة الاش دو زو كيف عملناه لها الكويفيسيون سيكوميتريك نتاعها دو، وليو دو زوكسيجين وليو شي اربعة اللي صار بلوتو على اليمين، وعندك ديجا اربعة اللي صار هكا تكون لك ليكواسيون ان ايكيليبر. باه تبقى تو باش نحكيو على الماتريال نتاعنا. الماتريال نتاعنا لهنا في الشيمي عندنا برشا، مثلا عندنا البشير، عندنا البيبيت، عندنا لاجيتاتور مانيتيك، عندنا شو عندنا اخر، عندك فيلتر، عندك شو عندنا اخر، عندنا سباتول، عندنا الميزان نتاعنا اللي باش نجمو نحسبو بيه، عندنا برشا 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 ماتيريالات. دونك هوني تو ديبون انت وشنو باش تخرج والتكنيك والميثود اللي هي تسمى. دونك هوني تو ديبون التكنيك اللي انت باش تستعملها وشنو باش تصنع، فهمت؟ لهنا يولي تتحصر بماتريال معينين اللي انت باش تستعملهم. كيف ما هوني احنا كيف استعملنا البن والماء باش نطيبوا قهوه، كيف ما احنا كيف قلنا باش نطيبوا قهوه، دونك لازمتنا زوزوه والغاز. باغ اكزومبل كيك ما حاش باش نكونوا حاشتنا لا بزز ولا بشي، ما حاشتناش، حاشتنا جوست بالمول نتاعنا، وحاشتنا باتور، حاشتنا شنو اخر، حاشتنا وين الايوا الفور، حاشتنا شنو اخر نسيت. دونك كيما في البن كيما في القهوه نستحقينا الزوزوه والغاز. دونك في الشيمي بيسكو دونك كيما في الكوجينه عندنا طون دي ماتريال، عندنا سباتول، عندنا الباتور، عندنا الميكسور، وما نقعدش نسمي معناتها نعرفوا الكل شنو موجود في الكوجينه. كيف كيف في الشيمي عندنا ياسر، اما شنو اللي يحكم فيك انت شنو باش تخرج والميثود اللي باش تستعملها. دونك احنا وقت اللي نقولوا باش نطيب قهوه باش نستعمل زوزوه وغاز، مش كيما باش نطيب مثلا كيك حاجتي بالمول وبميكسور بلوتو حاجتي بباتور والمول مثلا، فهمتوني يختلف الشيء تو ديبون شنو باش تصنع. باه تو باش نتعداو للحاجات اللي باش نحسبوهم. يعني بطبيعه كي باش نصنع انا مثلا كيما قلنا ساعه القهوه نتاعنا، قلنا باش حاشتنا بفنجان ماء وحاشتنا بزوز مغارف، زوز مغارف حاشتنا بفنجان ماء ومغارفتين بن. دونك لهنا زاده في الشيمي باش تلقى تو ديبون شنو باش تخرج، يعني حسب الروسيت انت نتاعك تو ديبون انت شنو باش تطيب. عندك الروسيت باش تلقى عليها غراماج، مش كيف ما طيب كيك مش كيف ما طيب البيتزا، يختلف الميزان الفرينه من وحده لوحده. لهنا في الشيمي تو ديبون شنو باش تخرج، دونك الغراماج نتاعك باش يتبدل. حاجه اخرى حكينا عليها على الاول انه راهو باش نستحقوا الماس نتاع لي رياكتيف، خاطر انت كي باش تدخل تعمل رياكسيون لازمتك تعرف كل حاجه باش تستعملها قداش، سواء الماس سواء الفوليوم، ابار انك انت باش تحسب الكونسنتراسيون والنمبر دو مول. داكور حاجه اخرى حكينا عليها على الاول انه راهو باش نستحقوا وباش نحسبوا الماس والكونسنتراسيون والنمبر دو مول. دونك لهنا لازمتنا نكونوا عارفينها من الماس ولا الفوليوم، ما نجمش انا ندخل نعمل رياكسيون من غير ما نعرف انا قداش لازمني نقعد نهز ونصبط وحدي ولا زيد الماء زيد دقيق لين نوصل اللي حاجتي بيه. عندك معناتها كيف ما عندك ريسيت في الكوجينه معينه، لهنا عندك فيش تكنيك، عندك ديمارش لازمتك تمشي عليه باش توصل للبرودوي نتاعك، فهمتوني؟ دونك لهنا باش نحكيو على كونسنتراسيون، باش نحكيو على الماس، باش نحكيو على النمبر دو مول. دونك هوني الماس لازمتنا نكونوا عارفين لي ماس نتاع الا والبي،
Donc, le volume kif kif, la concentration, le nombre de mol, les réactifs, nous sommes les produits. Mais ça m'aimnage, nous avons fait un exercice, et nous avons dit que nous avons une entité chimique moyenne, ou le nombre de mol de entité chimique moyenne, et nous avons le prix. Et nous avons un peu de temps. Bien sûr, nous avons une relation, nous avons une relation tout de suite. Donc, la concentration, c'est la proportion de la solution interne et la solution. Mais là, je vous parle de la solution. Je vous parle de solvant. Je n'en parle pas. Le solvant, c'est le mahloul. D'accord? Ou bien le moudib, l'arabie. Le solution, c'est le moudib. Nous avons le mât ou le sucre. Donc, le sucre, il est dans le mât. Donc, le sucre, c'est le solution. Puisque c'est le moudib. واللي ذوبه هو الماء دونك هو السولفون مفهوم بالنسبه للنمبر دو مول هي لونيتي اللي احنا باش نستعملوها المول احنا نعرفوا اللي احنا نحكيوا بالاتوم وكل اما اذا كان باش نقعدوا نحسبوا بالاتوم مثلا نحكيوا بنمبر داتوم فريمون باش يوليو عندنا برشا اصفار دو 1 دو 2 الكالكول باش يطول ياسر باهي خاطر المول هي الكونتيتي تاع نفس لونتيتي داكوغ يعني راهي هي 602 مليار اوكي تاع يعني فريمون ياسر النومبر كبير ارا قداش من اصفار تخيل انت لو كان نحسبوا بالنومبر داتوم مش نومبر دو مول دونك النومبر دو مول جات باش تسهل العمليه وهذايا نعرفوه بالنومبر دافوغادرو اللي هو 0,02 دونك هذه فيركول 10^23 نمبر دو مول هذايا نجمو نطلعوه سولون 3 فورمول تو ديبون احنا وشنو عندنا سوا لي دوني سوا ليتا نتاع لونتيتي اللي عندك اسكو هي غاز ولا ليكيد ولا سوليد به عندك كاين ليكيد و بيان سوليد نمبر دو مول نتاعك باش يكون ان كي تيغال ا ام سور غران تي شنو هي الام وشنو هي الغران تي الام بيتي تي ام هذه هي الماس اللي هي اون شيمي سي اون غرا و اون فيزيك سي اون كيلوغرام ما تخلطوش الحكايات الام هذه الكبيره هي الماس مولير نجم تقولي شنو معناتها الماس مولير هي الماس d'une mole de cette substance. Beh, anna zeda. Donc, la masse molaire heavy c'est en kilogramme par mole heavy f système international SI. D'accord. Ama ahna couramment nestamlou le gramme par mol. D'accord. Ela najmou nqoulouha gramme mol moins 1. Sinon, ana n est égal c fois v. Ben, lahna c hiya la concentration. Elle hiya en mol litre moins 1 ou le volume c'est en litre d'accord اللي هو هذا الفوليوم باه اذا كان نحكيو على الغاز باش تولي لك الفورمول نتاع النومبر دو مول هي v sur volume molaire معناتها هذا عندك الفوليوم نتاعك اللي هو en litre والفوليوم مولير تنقوله لكم شنو هو اللي هو الفوليوم occupé par une mole de cette substance تبع لهنا الفوليوم مولير دون سبستانس سي ان مول لتر موانز 1 داكور Les unités, راهو لازمتنا نعرفوهم لي فورمول هذوما لازمتهم
يكونوا في بالنا وبهم هما نجمو نرجعو توا للإيكواسيون تاعنا اللي هو إيكواسيون بيلون اللي هي AA plus BB donne CC plus DD. لهنا عندنا دو كا باهي دونك باش نبداو بالكا الأولانية أنه يعطيك نومبر de l'un de réactif ou elle a l'un de produit. Il y a même y a des données mélouées. Il y a même des articles des données les sahlo alik l'amalia ou toi li enti t'alla un nombre. Dans tous les cas, عندك un nombre de mol معروف. انا هوني باش ناخذ nombre de réactif, d'un réactif, OK, اللي هو NA. نقولوا ال NA عندنا لهنا كونو. مادام كونو. Donc, باش يقول لك مثلا تلوج على حاجة يا إما concentration يا إما volume يا إما nombre متاع produit وإلا متاع حتى reactif الثاني يقولوا به هوني لازمتك تعرف إنه NA sur A هي تيقال NB sur B كي تيقال ANC sur C إيقال AND sur D به من هنا باش نجم نطلع عن بعد شنو هو الكيستيون متاعه سواء volume سواء concentration سواء nombre دونك هناخذو example نقولوا انه ال ان ا طاهالك باهي كون ومن بعد قال لك لوج لي على الفوليوم نتاع السي دونك اول حاجه نعملها نمشي نلوج على النومبر نتاع السي كيفاه عندك ان سي سور سي وعندك هوني ان ا سور ا فما ايجاليتي ما بيناتهم دونك هوني تولي لك ان ا سور ا ايتيغال ا ان سي سور سي تعطيك سي سور ا فوا ان ا هي ان سي واحنا ساعه قلنا انه ال N هي C فوا V دونك تولي لك NC هي C فوا VC وتولي لك ال VC متاعك هي NC سور C اللي هي concentration باش نكتبها باش نفيديو انو ندخلو ما بين بتي C و الغران C اوكي دونك تولي لك الفوليوم متاعنا هي C سور A فوا NA سور concentration بالنسبه للكا الثانيه شنو هي انه يعطيك نمبر نتاع الرياكتيف الاولاني يقول لك قداش من مول ويقول لك راهو الان بي اللي هو الرياكتيف الثاني قداش من مول لهنا شنو باش يصير العمليه باش تختلف شويه وين لهنا باش نلوجو على الرياكتيف ليميتون شنو معناتها رياكتيف ليميتون يعني انا هو الرياكتيف اللي يفاق بالاخر هنا شنو باش يصير باش تمشي تعمل ان ا سور ا وتمشي تحسبها قداش باش تطلع وتحسب الان بي سور بي وترى قداش تطلع وترى انا هي اكبر من الاخرى نقولوا باغ اكزومبل ان ا سور ا طلعت اكبر من ان بي سور بي اش معناتها معناتها البي هو الرياكتيف ليميتون توا باش نتعداو للديلوسيون اللي هي لاجو دو لو ولهنا نحكيو على قداش من مره زدنا الماء اكثر دونك هوني زياده الماء كيما في السيترونات بالضبط كيف ناخذوا سيترونات نلقاوها قارصه شويه دونك نقولوا له زدنا الماء باغ اكزومبل يبدا عندك فوليوم نتاع 10 مليليتر وهي و سيترونات هذيا هي خذينا 10 مليليتر وصبينا فيها السيترونات نتاعنا معناتها السيترون هذاك وباش نعملوه ما هي جات قارصه دونك قداش باش نزيدوها من مره مثلا باش تكون اللي باش يذوقها من بعد يلقاها سافا عادي معناتها مقبوله دونك باش نزيدوها مثلا نقولوا زدنا الماء 8 مرات 8 مرات اش معناتها معناتها ولي لك الفوليوم عندك 80 ml مثلا 5 مليليتر عندك الفوليوم الاولاني يقول لك قعدنا نزيدو في الماء لين ولا 100 مليليتر قد ايه زدنا من مره الماء هذيك 5 فوا قد ايه باش ولات 100 دونك فوا 20 لهنا الزياده هذه نتاع الماء باش تخلينا نحكيو على دو فاز فور والافتر شنو معناتها يعني هذه الكل باش تولي لك البيفور وهذا الكل باش تولي لك الافتر خاطر شنو انت كان عندك فوليوم باهي اللي هو 10 مليليتر باغ اكزومبل عندك كان الفوليوم نتاعك 10 مليليتر وبعد ما انت زدت 8 مرات الماء ولا عندك فوليوم في بريم اللي هو 80 ml
هوني الفوليوم هذا ياش باش ينجر عليه باش يتجر عليه الكونسنتراسيون باش تتبدل دونك لهنا نحكيو على كونسنتراسيون اللي انا مانيش عارفه تعقد ايه ومن بعد هذا بالطبيعه هذا لافون قبل الدولوسيون ولهنا ابري دولوسيون شنو صار دونك لابري لهنا باش تولي عندك سي بريم سي بريم هذه كيفاش باش تولي لك سي بريم هذه هي سي العاديه اللي هي لهنا عليه 8 به عليه خاطر هوني نحكيو على الكونسنتراسيون تاع الحاجه قديش كونسنتري هي كانت قويه وبعد زدنا الماء باش ضعفناه احنا علاش نزيدو الماء باش نضافو السوليوشن اللي عندنا بالنسبه للفوليوم هذايا الفي بريم هو باش تكون الفي العاديه فوا 8 خاطر انت ضربتها قديش من مره فهمتوني بقالنا لهنا نمبر دو مول اللي هو لهنا هكا وعندك لهنا ان بريم اللي هي بدرهي ان نفس النمبر دو مول ما يتبدلش ممكن تقول لي كيفاش تو نفسر لك كيفاه دونك عندك انت ان هي سي فوا في هاك ولا هي الان بريم باش تولي لك سي بريم فوا في بريم داكور سي بريم نعوضوها هي سي سور 8 والفي بريم فوا في فوا 8 دونك ال 8 وال 8 يتنحاو باش تلقاها سي فوا في اللي هي الان هيك علاش الان بريم هي ان اي لوجيك انت كي باش تزيد الفوليوم الكونسنتراسيون باش تضعف النمبر دو مول ما حناش قاعدين ناثروا فيه جمله خاطر زايد زوز بدلت لي دو فاريابل زوز اللي اثروا على الان انت ديجا بدلتهم بنفس الحاجه وهكا نكونوا كملنا فيديو اليوم ان شاء الله يا رب الفايده حصلت هذايا الفيديو ما هو الا اللي تابلو له للشابيتر سينيتيك شيميك اللي حكيت عليهم الكل هيكم الباز نتاع الخدمه نتاعنا ان شاء الله يا رب المعلومات كانوا سامبل فهمتوهم والطريقه كانت باهيه نستنى منكم لي كومونتير وملتقانا ان شاء الله في الفيديو الجاي وين باش نبداو ان شاء الله شابيتر سينيتيك شيميك على بروشين